Berikut kami panggil peserta dengan nomor tampil 2 dengan nomor peserta 72 membacakan surah Al-Jasiyah dimulai dari ayat 1. Baik, hadirin pendengar dan pemirsa serta Dewan Hakim yang terhormat. Inilah peserta dengan nomor peserta 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها
فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فبأي حديث بعد الله وآياته ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم تأخذها هزوا أولئك لهم عذاب صدق الله العظيم.